دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ دلوقتي عايزين ناخد المكونات بتاعت وصفتنا التانية للنهاردة، واللي هي البراونيز، بس هنعمله بالتشيز كيك. طيب البراونيز بالتشيز كيك علشان نعمله عايزين كوباية وربع دقيق، وكوبايتين سكر، بيضة، رشة ملح، فانيليا، بيكنج باودر، عين جمل، وواحد وربع كوب شوكولاتة. وعايزين للكوباية زبدة، وعايزين كوب كاكاو، ربع كوب ماء، وصوص شوكولاتة للوش لو حابين طبعا نحط بعد ما نحط التشيز كيك فوق. واللي وصفتها عبارة عن 200 جرام جبنة كريمي، وكوباية ونص كوب كريمة حلويات، معلقة كبيرة جيلاتين، كوباية عين جمل مطحون، وعايزين للوش 250 جرام شوكولاتة مذوبة، وعايزين علبة قشطة وكريمة مخفوقة وعين جمل. طبعا كوباية وربع شوكولاتة المقصود بيها تشوكلت شيبس عشان نحطها مع البراونيز. طيب أول حاجة عايزين نعملها هي 200 جرام زبدة اللي عندنا، اللي هي الكوباية، وطبعا زي ما دايما بنقول بحرارة الغرفة، فهنحطها هنا، وبرضو هنخلطه شوية، وبعدين هنحط معاه السكر اللي هما 2 كوب سكر. أول ما بحسها كده اندمجت كلها مع بعض وفكفكت بنزل عليها السكر. عندنا بيضة وفانيليا، نحط البيضة والفانيليا، الدقيق اللي عندنا، ما عندنا بيكنج باودر، هنحطه على نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر هنحطها على خليط الدقيق. البراونيز يا اما ما بياخدش خالص دقيق، يا اما بياخد نسبة قليلة جدا، وكل ده هنخلطه مع الكاكاو كله مع بعضه. الكاكاو عندنا كوباية. هنبتدي بقى ننزل بالخليط بتاع الدقيق والكاكاو اللي عندنا والبيكنج باودر النص معلقة، عندنا هنا الربع كوب ماء هو اللي فاضل بحطه عليهم، وكده يبقى البراونيز عندي جهز، ناقص بس نحط الشوكليت شيبس بتاعنا عليه. تمام، بنحط الشوكليت شيبس وبنخلط خلطة صغيرة كده. كده بقى الخليط عندنا جاهز، باخده بحطه في صينية مدهونة طبعا، وبدخله الفرن على درجة حرارة 180. لو حبيتوا بتقدروا تحطوا معاه كمان العين جمل مكسر، وبدخله هو طبعا ما بينفش كتير، فهي دي بتبقى شكل البراونيز. احنا حاطينه في صينية مدورة عشان خاطر عايزين نعمل تشيز كيك، فبالتالي مش هنقدر نعملها غير لو حطيناها يعني لو في صينية مربعة، بس المهم ان احنا عايزين حاجة تكون بتفتح من الجناب. طيب دلوقتي عايزين نعمل الخليط بتاع التشيز كيك. دلوقتي احنا هنحط الخلطة بتاعت التشيز عندنا علشان خاطر نعملها، فهحط اول حاجة الجبنة، وخلينا نشوف اي حاجة صغيرة كده. نحط شايفين الجيلاتين بقى عامل ازاي، انا عايزاه يبقى عامل كده، فهحطه على نار يعني او مايكروويف، بس المهم ان هو يتعرض لحرارة لغاية ما يبقى لونه شفاف جدا. هخلي بس النار هادية خالص. وهنا بقى نبتدي نحط الكريمة اللي عندنا.
عندنا هنا برضو عين جمل، كوباية عين جمل مطحون، مش مجروشة، مطحونة. خلاص تقريبا كده تمام. واكيد برضو الجيلاتين برضو بقى تمام. اول ما بلاقي المية بقت شفافة معناها ان هو خلاص اشتغل الجيلاتين. لو حطينا كيلو جيلاتين في الوصفة من غير ما نكون حطيناه على مية وسبناه يتفاعل معاها الاول وبعدين رجعنا حطيناه على سخن، الجيلاتين عمره ما هيتفاعل وعمره ما هيشتغل وعمره ما هيديني نتيجة. تمام، هنحط دلوقتي عين الجمل المطحون. هناخد بقى الكلام ده كله وهنحطه فوق البراونيز اللي احنا عملناه. انا ما حطيتش سكر خالص عليها لان احنا عندنا سكر تحت في البراونيز وعندنا سكر في الطبقة اللي هنحطها على الوش، فما حطيناش سكر خالص عليها علشان ما يبقاش الموضوع ايه زايد في الحلاوة يعني. تمام كده، بس نحطها في التلاجة تجمد. بعد كده هناخد الشوكولاتة اللي عندنا الدايبة وهنحطها مع القشطة وهندخلهم وهنحطهم فوقيها وتبقى دي آخر طبقة عندنا في الوصفة بتاعتنا. فدلوقتي كده هناخدها نحطها في التلاجة. تمام، عندنا هنا الشوكولاتة الدايبة بتاعتنا وعندنا هنا القشطة. هناخد القشطة اللي عندنا وهنحطها على الشوكولاتة. هنشوف لو نقدر، بس مش هنحطها دلوقتي، لا لازم تجمد شوية وبعدين نحطها. بس هي دي كده التوبينج بتاع التشيز كيك بتاعتنا. بنقلب لغاية ما كله يندمج مع بعضه. تمام كده، بس خلاص، بس ايه شايفين ازاي ابتدوا يندمجوا مع بعض، بس تختفي خالص القشطة منها، تبقى كده التوبينج بتاعي جاهز. وانا التوبينج ده بستعمله كتير جدا في وصفات كتير قوي، مش بس شوية. وهو ده جناش، يعني ده يعتبر جناش، بس جناش بالقشطة بدل ما هو يعني شايفين ازاي القوام بتاعه ده، قوام بينفع تغلفه بيه كيكة. شوفوا قد ايه حلو القوام بتاعه، وبعدين ما بيغلبش وما يعني ما بيدوخش في المكونات، ومرة الكريمة تظبط ومرة الكريمة ما تظبطش. فخلاص هو ده انا هحطه فوق التشيز كيك بتاعتي او البراونيز تشيز كيك بتاعتي بعد ما تجمد عشان اقدر افرد التوبينج بتاعي ده على الوش. هنطلع بقى دلوقتي فاصل وهنرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. ده الجناش بتاعنا اللي احنا دلوقتي انا حطيت جزء منه على مش جزء منه، حطيت نسخة منه على البراوني تشيز كيك بتاعتنا، ودلوقتي ده هحطه على الايس كريم بتاعتنا اللي هنعملها دلوقتي. بس علشان تلحق تجمد هحطها من دلوقتي عليه. فدي النسخة اللي احنا عاملينها الاول، فهنحطها كده على الوش وبعدين هنشوف معاكم هنعمل ايه. هناخد برضو قبل ما نحطها في الفريزر هنحط عليها شوية
من المارشميلو، وبعدين هنبتدي نعمل مع بعض الوصفه. تمام، المارشميلو ليه عليه شكل قلوب وشكله كده لان ما لقيناش غيره صراحه يعني، فهو شكله لذيذ زي ما انتم شايفين كده، فانا حبيته لانه كله قلوب وحركات حلوه. خلاص هنحط كده شويه هنا كده كده كده، وبعدين هاخده بقى كله ده احطه في الفريزر. زي هنعمل دلوقتي الايس كريم بتاعنا. الايس كريم علشان نعملها عايزين بسكوت الشوكولاته اللي هو بيتباع ده وبيبقى في النص كده في كريمه، ده اهو هنطحنه زي ما هو بالكريمه اللي فيه. تمام، وعايزين 50 جرام زبده اهي، وعايزين ده للقاعدة بتاعت البسكوت بتاعتنا. عايزين ايس كريم شوكولاتة. الصينية اللي انتوا شفتوها دي احنا مش حاطين فيها غير بس كيلو واحد. الصينية دي هتاخد تقريبا كيلو ونص من الايس كريم الشوكولاتة. وعايزين شوكولاتة زي ما انتوا عايزين، يعني انا مثلا النهاردة حبيت اجيب النوع ده، النوع بكراميل وبالفول السوداني بالسوداني. انتوا هاتوا الانواع اللي انتوا حابينها. وعايزين مارشميلو بس مهم يكون صغير. عايزين بقى للوش برضو ال 250 جرام شوكولاتة وعلبة القشطة، وعايزين المارشميلو برضو ده على الوش، وعايزين كمان البشبوري ده علشان المارشميلو اللي على الوش هنسيحه شوية أو هنشويه شوية بالبشبوري بتاعنا. طيب هناخد دلوقتي البسكوت اللي عندنا وهنحطه هنا. حطينا 50 جرام بس ليه؟ لان احنا اوريدي مخليين الكريمه بتاعه البسكوت جوه وهي برضو هتمسك لي البسكوت، فعشان كده ما حطيناش غير بس 50 جرام زبده. لو الوصفه بتقول ان احنا نشيل الكريمه من النص، اذا ساعتها كنا هنحط 100 جرام زبده. ده على اي وصفه مش على الوصفه دي، يعني اي وصفه فيها ان احنا نشيل الكريمه من قلب البسكوت دي معناها ان البسكوت هياخد زيه زي بقيه البسكوتات نسبه زبده، اللي هي تقريبا كل 3 كوبايات عليهم 100 جرام زبده. طيب خلاص احنا كده تمام. هضغطها بقى شويه كده اهو. وبعدين هنضغط عليها برضو تاني عشان نتأكد انها لزقت، كله لزق في بعضه، كل البسكوت لزق مع الزبدة. تمام، دلوقتي هنجيب الايس كريم اللي عندنا اهو، وهجيب الشوكولاتة اللي احنا حابينها زي ما قلنا. بنقدر نحط منها دول، وبنحط كمان مارشميلو، كوباية مارشميلو تقريبا بنحطها جوه الايس كريم بتاعنا، وبنقلبه كويس. يعني احنا مطلعينه تقريبا بقاله تلت ساعة، هو يفضل يبقى بره بقاله نص ساعة علشان اقدر اتحكم فيه واقدر اقلبه كويس. عايزة انا كمان يعني شوية يبقى اطرى من كده علشان اقدر افرده على البسكوت بتاعي. خلاص ممكن دلوقتي نبتدي نفرده. وممكن بقى كمان نجيب البراونيز. عشان اوريكم ازاي عملنا، ازاي حطيت الكريمة على وش البراونيز. وبعدين نجيب الايس كريم.
دي المرحلة اللي انتوا شفتوها اللي احنا حطينا فوقيها الشوكولاتة اللي متدوبة مع القشطة. النهاردة عملنا وصفتين بالشوكولاتة اللي متدوبة مع القشطة، هي وصفة مهمة جدا، يعني كتير هتستخدموها، هتستخدموها في وصفات كتير قوي، بس ايه اعتمدوها جربوها هتشوفوا قد ايه هتنفعكم في حاجات كتير. تقدروا تغطوا بيها شوكولاتة كيكة، تقدروا تعملوها وش تحطوها توبينج لكيكات كتير جدا، تقدروا تعملوها توبينج لحاجات حتى في كوبايات، في كتير حاجات تقدروا تستعملوا فيها اللي هي الوصفة بتاعت 250 جرام شوكولاتة وعلبة قشطة. كتير وصفات. هنشيل دول من هنا دلوقتي، وعايزين اوريكم هنعمل ايه دلوقتي في الكيكة بتاعت البراونيز تشيز كيك، وكمان في الايس كريم. دي بقى الوصفة، اول واحدة اللي احنا عملناها بتاعت البراونيز. احنا حطيت هنا زي ما انتم شايفين الشوكولاتة اهي، وبعدين حطيت عليها كلها كريمة، وهحط في النص شوية عين جمل لان هو اصلا البراونيز والعين الجمل اصحاب جدا، وهنحط في النص كده شوية عين جمل. زي ما قلت لكم ما ينفعش تحطوا التوبينج ده على التشيز براونيز بتاعتنا غير لما يجمد خالص الخلطة. خلاص كده تمام، نجيب سكينة دي كيكة الايس كريم اللي عملناها وحطيناها، بس عملنا نصها الاخير قبل نصها الاولاني معاكو علشان نلحق نخلص ونوريكو ازاي هنعملها. هنجيب بقى البشبوري اللي عندنا، وهنبتدي نشوي المارشميلو اللي على الوش. وفكرة القلوب المارشميلو طلعت كتير حلوه.